أقيم قبل أيام مؤتمر تنمية المهنية للقيادات الشبابية والنسائية في عمان، وشارك في هذا المؤتمر 10 دول عربية. واليوم معنا دكتور يونس الخطيبة، وهو رئيس اتحاد المدربين العرب، لنتحدث عن التوصيات التي خرجت من هذا المؤتمر. أهلا وسهلا فيك دكتور يونس. أهلا وسهلا بك ستي. أهلا بك دكتور يونس. موضوع مؤتمر تنمية المهارات القيادية النسائية والشبابية، ما مدى أهمية اختيار مثل هيك موضوع في الوقت الحالي أو الوقت الراهن؟ خلينا نقول حقيقة هو يعني أبرز ما في هذا المؤتمر هو عنوانه. يعني إحنا طبعا لما نتكلم عن المهارات القيادية ليس للنساء والشباب فقط، إحنا نحتاجها جميعا. إذا لاحظنا كثير من المرأة تواجه كثير من التحديات، كما يواجهها أيضا الشباب في مقتبل العمر حتى نتكلم عن مهارات قيادية. إذا لاحظنا الآن نرى أنه كثير من رؤساء الدول يتم انتخابهم بأعمار مبكرة. نعم. فلو لم يتم إعدادهم مبكرا، والنساء أيضا القيادات الكبيرات لو لم يتم مبكرا لما وصلوا إلى لهذا المكان. إحنا طبعا المؤتمر كان يركز كثيرا على المدارس القيادية المتنوعة، ومن هذه المدارس القيادية احنا نتكلم عن القيادة الاستراتيجية. لو أنا أحكي لك عن دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية على 6000 مدير تنفيذي، نعم، من 6000 مدير تنفيذي وجدوا فقط 8% من لديهم مهارات قيادية. نعم. ولكن المفاجأة بأنه 80% من 8% هي من النساء. فلديهم مهارات قيادية عالية جدا. هنا جاء المؤتمر حتى نبرز هذه القيادات. وأيضا نحن اتحاد المدربين العرب، نعم، هناك دور كثير كبير على دورنا أنه ننمي هذه المهارات المهنية. نعم. لذلك فكان التوجه ليس للنساء بحد ذاتهم أو للشباب، بل للمدربين حتى يكون في هناك اهتمام في تدريب هذه الفئة. جميل جدا دكتور يونس. خلينا نتحدث شوي عن أهم المحاور التي أتت في المؤتمر. نعم، احنا طبعا اخذنا 3 محاور رئيسيه في هذا المؤتمر. يعني المحور الاول كنا نتكلم عن المهارات القياديه للنساء والشباب. المحور الثاني نتحدث فيه عن التحديات التي تواجههم، وكان في عندنا عده اوراق عن هذه التحديات. والمحور الثالث هو كان عن القياده المتكامله، القياده الكامله اللي هي نتحدث فيها عن الاساليب القياديه المتنوعه وانماط القياده. 16 ورقه عمل قدمت. 6 دول عربية شاركوا في تقديم هذه الأوراق. نعم. منها كانت تجارب وممارسات، ومنها كانت أوراق بحثية علمية، وأيضا لدينا اللي هي أوراق نقاشية تم مناقشتها خلال هذا المؤتمر. نحن أكيد رح نتحدث خلال لقائنا مع حضرتك دكتور عن أهم التوصيات التي خرجت من المؤتمر والأوراق النقاشية كما تفضلت، لكن بدنا نتحدث شوي عن الشباب في الأردن. قدي مهم نعطيهم فرصة يمارسوا الدور القيادي، وقدي مهم ندربهم على أساليب القيادية، خلينا نحكي الحديثة. نعم. اتحاد المدربين العرب أسس في 31/3/2012، والآن الاتحاد هو يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومقره الأردن، ونفخر بذلك. ولدينا اتفاقية مع وزارة الخارجية، اتفاقية المقر. هذا الاتحاد منذ إنشائه هو أنشئ لوضع تأصيل مهنة التدريب، لأنه كانت المهنة هي عبارة عن مهنة متشتتة مثل كثير من المهن. نلاحظ هنا كثير من كل من يحمل جهاز حاسوب يدعي بأنه مدرب، وبيعرض بيقول لك أنا مدرب. أيضا كلنا متفقين بأن مخرجات التعليم لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل. فبما أنه مخرجات التعليم لا تتوافق مع، إذن التدريب يجب أن يكون متوائم. صح. لكن القضية والمعضلة الكبرى هنا بأنه من يقوم في عملية التدريب هم أساتذة الجامعات لا يتدربوا على هذه المهارات. نحن أطلقنا مبادرة لها للشباب، أطلقنا مبادرة حقق علينا طور جميل. مهاراتك. وأيضا كان لنا لقاء مع نائب رئيس الوزراء الأردن، نأمل إن شاء الله قريبا أن نكون مفعلة على القطاع الحكومي للارتقاء الوظيفي بالشباب الموجودين في القطاع الحكومي. وكان الحديث عن تدريب 220 ألف موظف في القطاع الحكومي. وأطلقنا أيضا اللي هي لرواد الأعمال. فنحن في
في الاتحاد بدنا يكون قائد رائد أعمال، هو قائد بحد ذاته، هو صاحب العمل بنفسه ويعمل مع الآخرين. لا الآن مش الوظيفة محدودة، فأنت الآن التكنولوجيا الحديثة والسرعة، نحن نعلم جيل غير جيلنا 100%. دكتور يعني اسمح لي أسألك عن أبرز التوصيات التي خرجت من هذا المؤتمر، على إيش كانت تركز أكثر شيء؟ هو أول شيء على المبادرات الشبابية. ويمكن كان يعني قبل فترة زميلنا موجود معكم في أن همم أيضا إحدى المبادرات الاتحاد، بالإضافة إلى مبادرة رواد الأعمال، وحقق علينا طور مهاراتك. جميل. هذه كلها موجهة للشباب للدخول في سوق العمل. أما أيضا هناك أيضا من التوصيات اللي هي تتعلق في التنمية المهنية للنساء، ولذلك بالنسبة للقيادة، ولذلك الاتحاد وضع معايير حتى نحدد لما نقول قيادة نسائية ما هي المعايير اللي تحدد الأدنى. يجب أن يكون هناك معايير. والجميل أنه أنتوا يعني حصرتوا الفئات المستهدفة عندكم لفئة الشباب وفئة النساء، فهذا موضوع في غاية الأهمية، وهم يمكن أكثر فئتين بحاجة أنه ننمي عندهم القدرات القيادية ونعطيهم الفرصة ونفتح لهم المجال. ليش دائما لازم ما نآمن بقدرة الشباب على القيادة أو بقدرة النساء على هذا الموضوع؟ هم الأعلى نسبة، يعني بالزبط. إحنا فاتنا القطار، هم الآن الجيل لهم، وهم أيضا لديهم مهارات عالية جدا. صحيح. لديهم مهارات يعني احنا اللي ما تعلمناه سابقا هم تعلموا شيئا جديدا ايضا. الان دورنا احنا نقوم بتوجيههم، لذلك من خلال رواد الاعمال عملنا على انه يكون في لهم تدقيق لحساباتهم لمده سنه مجانيه، ندربهم على كيف يعملوا البروبوزلز، كيف يعملوا البزنس بلانز، كيف مشروع، ولكن لم ندخل في معهم في المشروع نفسه، لانه انا متاكد بانهم هم اكثر كفاءه واكثر قدره في المشروع، ولكن دائما ما ينقص هذه المشاريع الإدارة والمال. يعني إذا كان الإنسان قادر على أن يدير من جانب الإداري ومن جانب المالي، الجانب التكنولوجي متوفر لدى الشباب وهم عندهم الإمكانيات العالية. ومن هذا المنبر أوجه لجميع الشباب، قبل البحث عن وظيفة ابحث عن إمكانياتك وقدراتك، قبل ما تقول أنا بدي أتوظف شوف شو عندك أنت إمكانيات، اعمل على تطويرها وأنت على مقاعد الدراسة، لأنه الآن يتخرج الطلاب كلهم بيتخرجوا بشهادة واحدة، ولكن عندما تبدأ بالحياة العملية أنت ماذا تعلمت، ما هي المهارات، شو اللغات اللي موجودة عندك. دكتور لو المؤسسات المهنية ما أخذت هاي التوصيات بعين الاعتبار، قديش ممكن تواجه خطر؟ خلينا نقول نحن لا ننتظر من أي مؤسسات أنها تقوم بتنفيذها. ماذا ننتظر؟ نحن اتحاد المدربين العرب نحن تكفلنا بإطلاقها من خلال مبادراتنا المباشرة، وكلكم مسؤول وكلكم رائع. يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، لذلك إحنا مسؤولين أمام مجتمعنا، ولذلك أطلقناها باسم حقك علينا، لأن الحق ليس على الحكومة وليس على الشركات. فالآن إحنا نسعى إلى أن هؤلاء الشباب هم اللي يقوموا بإنشاء مؤسساتهم. وأيضا إحنا فتحنا، إحنا عندنا أعضاء الاتحاد ومكاتبنا في 20 دولة عربية، لذلك من خلال هذه المبادرات نسعى إلى ترويج منتجاتهم في الدول العربية أيضا. نحن ليس فقط تدريب، نحن نتحدث عن تنمية مستدامة، معالجة الفقر والبطالة. أكيد هناك مشاكل عديدة بتنحل بعد هذا الموضوع. كل الشكر لوجودك معنا اليوم دكتور يونس الخطايبة، رئيس اتحاد المدربين العرب، كل الشكر. والآن سننتقل معكم مشاهدينا إلى فاصل قصير جدا ونواصل من بعده، ابقوا معنا.